الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله بأن المجتهد هو المستنبط للأحكام، نعم، والآن أغلب المسائل حكم عليها العلماء السابقين، فهل هذا هو سبب قلة الاجتهاد؟ ومن هم العلماء المجتهدون في عصرنا؟ وهل لطالب العلم المبتدئ أن يقلد شيخه الذي يدرس عليه، أم أنه يكون متبعاً فيأخذ ما يراه هو أقرب للدليل؟ كثير من المسائل قد مضت وانقضت، ولم يبق للمتأخرين إلا النوازل والترجيح بين مسائل المتقدمين، ولا شك أن النوازل تحتاج إلى المجتهدين من العلماء، وهناك مجتهدون كثر، منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم نحن. فأنا أرى والله أعلم أنه من العلماء القريبين منا، من العلماء المجتهدين، الإمام الألباني والإمام مقبل والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحم الله الجميع، والشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الحيدان، هؤلاء من الذين يجتهدون في نوازل الأمة. وأما أن تقلد شيخك في النوازل وشيخك لم يتأهل للنظر وإنما هو شيخ أو طالب علم مثلي، فهذا لا، بل لا يجوز لشيخك إذا لم يكن حاز شروط الاجتهاد أن يجتهد في نوازل الأمة، ولكن ينقل ما قاله العلماء ويرجح إن كان فيه خلاف. أما يغتر الإنسان بكونه يدرس وكونه له موقع وترسل له أسئلة من كل مكان فيجرؤ على أن يفتي في نوازل الأمة التي لم يفتي فيها العلماء، فهذا حرام، حرام عليه ولا يجوز تقليده فيه، وإنما يفتي في النوازل العلماء المجتهدون الكبار الذين عرفوا وسلمت لهم الراية. نعم.